السلام عليكم يا أم كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت فضلت الشيخ، ممكن يعني زوجي عنده زرع من فرح، ممكن لو العشر بتاع الزرع ده اديه لاختي، اختي محتاجة. تمام، يعني انت عايزة تطلعي زكاة الزرع يا أم كريم. ايوه اديه لاختي. وعندك اخت؟ ايوه محتاجة مسكينة يعني مش مخلفة وكده. هو تمام، هي فقيرة؟ ايوه ما عندهاش دخل يعني؟ لا ما عندهاش. تمام. أي سؤال تاني يا أم كريم؟ شكرا لفضيلة الشيخ، جزاك الله خير. وخيرا جزاك إن شاء الله. هو سبحان الله، الزكاة على القريب زكاة وصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فمن أخرج زكاة الزرع فلا سرقة ولا غرق ولا حرق، ونجاه الله من المهالك في الدنيا والآخرة إن شاء الله.